تمام حبايبي الكرام، وقفوا شوي، ركزوا معي، راح ندخل نشوف الفاير باس الجديد يا اساطير. ركزوا معي كيف تفرجوا، هذا هو الفاير باس الجديد يا اساطير، عن جد شيء مشكلس، شيء لزلز. تفرجوا نارات بتشتعل وزومبي وما زومبي واشياء جميله، والعيون بتشتعل والناس بتضرب المسدس. حلو والله، هاي شنو؟ السيف يرمي. حلو كتير حلو يا ستير. حبايبنا الكرام كيفكم؟ شو بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام معكم. على الكور رجعت لكم مقطع جديد يا ستير. قبل ما نبلش مقطع يا حلوين، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. يا اهل الناس، مثل ما انتم شايفين شباب، اليوم راح نستعرض لكم الفاير باس الجديد شباب، شحن مسبق والرقصه الاسطوريه اللي داخل فيها. حبايبنا خلينا نعمل تابع ولنفرجيكم يا اساطير. طبعا هون شباب عندنا بالنسبه لسكين الشاب، هذا هو حبايبي، كثير متحمس لما ينزل الشاب عشان نحرق قبل الفاير باس ونستعرض لكم يا داخل اللعبه. اوكي، عندنا هاي الحزمه شباب، حزمه الشاب. اوكي، عندنا هون الشعارات الجميله الحبيبي والله، نارات وما نارات واشياء جميله جدا. والحذاء يعني بصراحه يعني بس من فوق شيء مرتب بس، ولكن كل شيء تحت انا بصراحه يعني اوكي ماشي. يلا خلينا نشوف السكين البنت. بالنسبه للسكين البنت شباب الصراحه كل عجبني. اوكي، في تغيرات كثير حلوه شباب، اللي هو في هذا التم اكيد راح يكون في مثل هذا القناع وما هذا القناع، فهمتوا علي كيف؟ العيون مع عيون. طبعا انا الشباب هالمره صرنا بلعب كثير بسكنات بنات، يعني صراحه عجبني. عندنا الشعارات، عندنا اللون مثل ما انتم شايفين فوق. اوكي، الحذاء والبنطال والى اخره. اوكي، والان شباب في عندنا هون الشحن المسبق اللي هي القنبله شباب، راح ندخل الان ونستعرضها حبايبي. نجربها نشوف شو وضعها. اوكي، طبعا شايل لازم نشحن المسبق، تمام؟ طبعا قلنا بنشحن المسبق شباب. هون عندنا جواز الحصريه بانتظارك، عندنا هون الحقيبه هي، تمام؟ عندنا هون هذا السيف حبايبي، وهذا اللوت والتاع اللي يعبي دم. طبعا شباب ما بعرف انا تاع اللي يعبي دم ممكن يكون فيه خاصيه، ما بعرف نشوف، بس ما اعتقد. اوكي، عندنا هاي الدلاجه، تمام؟ والشيء الاحلى شباب، واخيرا نزل فاير باس مع الرقصه، وهالرقصه يعني لوز اللوز شباب. مثل ما انتم شايفين شباب راح استعرض لكم اياها شباب، جبتها من حبيب والله. تفرجوا معي كيف هون هي الرقصه شباب، مثل ما انتم شايفين راح تكون هيك شكلها صراحه، شيء مرتب. اعطونا دقيقه للرقصه الجديده شباب، راح تنزل الفاير باس. ركزوا معي كيف، شوف كيف يعني مثل الزومبي وما زومبي و ايد تمانو يا جميله حبيبي والله. عاد لكم بالتعليقات شباب من 1 ل 10. اوكي، لان الشباب راح اجيب شحن مسبق، لانه لما نشحن شحن مسبق شباب بنربح باجات، يعني 50 باج زائد هذا القنبله هي مثل ما انتم شايفين شباب. راح ندخل نجربها ونشوف شو وضعها حبيبي والله. نعمل تزويد، نعمل حسنا. اوكي عزيزي عليك، لدينا هديه خاصه لك بقنبله. دع اصدقائك يغاروا منك. ايه تمام، اصدقائي يغاروا. طبعا هون في شيء هديه كان بيعطونا، ما اتذكر كم، بس رح نشوف بعدين بنشوف يا شباب. اوكي حبايبي، هيك بكون شحن الفاير باس بشحن مسبق. اوكي، خلينا ندخل نجرب القنبله. طبعا هون رح افرجيكم القنبله حبايبي، تمام؟ التمام والله شيء حلو صراحه، عجبتني. ثواني شو كيف راح ندخل نجربه، هاي ندخل نجربه. اوكي حبيبي، الصراحه ما عرفت طريقه ثانيه اجرب فيها القنبله هاي شباب، دخلت فيها كلاش سكواد عادي. شوفوا معي كيف، هاي شوفه حبيبي والله كيفك معلم. ووهو، شوفوا معي شباب، شوف كيف عم يطلع شكله، شايف النار وما نارات وحبيبي والله، والله شيء مرتب لوز اللوز شباب. اوكي حبايبي الكرام، هيك بنكون جربنا الفاير باس استعرضها لكم يا شباب. طبعا رح نعمل لكم الجزء الثاني حبايبي لما ينزل الفاير باس يا اساطير، اول ما ينزل يعني بمنتصف الليل. اوكي حبايبي الكرام، اوكي ليس ولا ديزاين جلتم حبايبي الكرام، لا رح ننتقل للجزء الثاني من المقطع اللي هو شباب نزل من شوي، حدث اللي هو مجد الماكلارين. يب باي. اوكي ديزاين جلتم شباب، هون عنا جوائز اسطوريه حبايبي. اول جائزه عنا هون، الجائزه المميزه شباب فينا عنا شيء كثير حلو عملوا معنا شباب هذا الحدث، عجبني كثير لانه في بطاقات رومات يا اساطير. اوكي، عنا هون محرك فائق الشحن، وعنا هون السياره الرياضيه تبعت
الماكلارين وهي انحزمت الروح المنتصره تبعيت البنت يا اساطير. اوكي عندهم جواز ثاني شباب عندهم حقيبات حلوات كمان وصناديق حلوه صناديق هذا صندوق ان شاء الله يطلع لي كثير من هذا الصندوق دراغونوف وهذا هو يا اساطير. طبعا شباب عندنا هون الحدث او في ميوزك طول بالك يا اخي يا اخي الميوزكات ما يعني ما 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 يغيروا شوي. اوكي هون على شباب هون الاحداث الموجوده هون اوكي عن هون لفه ب 6125 وواحد لفه ب 25 احصل على جائزه مجانيه بعد 120 لفه حبيبي والله. هات نشوف اول هذا والتمانو ويلي الصناديق حلو الصناديق شباب بدنا صناديق الماكلارين معلم صناديق دراغونوف حلوه 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 رح نفتحهم بعد شوي شباب شو يمكن يطلع لنا دائما دراغونوف شباب التمانو ابلع اي ما في شيء معلم حبيبي والله. طب وين 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 الرومات وين الرومات مسح 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 ايش هذا مسح مسح. طب وين الرومات شباب كفو صناديق دراغونوف كفو عاش نضرب لفه واحده معلم اوبا حقيبه طلعت لي صافو صندوق دراغونوف حلو ويلي. طب وين ال ابلع ايش هيطلع لي بيض بيض في بيض في بيض معلم اي يا اخي شو هالحظ ايش هالحظ معلم ابلع لا 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 وين الرومات يا الله وين الرومات انا مبسوط من نفسي شاب راح يطلع لي الرومات يا الله وين الرومات حقيبه ثانيه ابلع رومات معلم والله ما طلعنا رومات شباب قطعة شاملة صندوق دراغونوف ويل صديق اقسم باللعب عليهم شباب وين الرومات يعني ايه شباب بربكم شباب اللي عم يضرب هذا الحدث حبايبنا قولوا لي عم يطلع لكم رومات ولا لا حبيبي والله بس شيء عجبني شباب عم يطلع لي صندوق دراغونوف الصراحة يعني شيء عم بيعجبني يعني الصراحة يعني يلا 25 13 اب تمانو واخيرا روم تهانينا طلعتنا روم شباب اربع رومات بس هاي لفه مجانيه معلم اختر العنصر اللي تريده اكيد راح اختار هذا اكيد راح اختار بعد ما نشفتوا لي قلبي ابلع استمر زي ما كملت خزنتك اوكي حبيبي هيك بكون حصلنا يعني على بس ما طلعنا رومات يا زلمه ايش هذا شيت مان اوكي حبايبي خلينا نغير الشخصيه ونجرب الشخصيه الجديده السكن الجديد حبايبي اوكي طيب نجي لهون على الخزنه اوكي ونفتح الصناديق اول شيء الصناديق يطلع لنا دائما نشوف نفتح اربعه نشوف ما طلع ما ادري اقول معلم لا نزعل منكم هيك ها نفتح 10 شباب حبيبي والله خلينا نعمل له تزويت لدراغونو والله ما شفت شيء والله ما شفت شيء يا شباب يا زلمه والله راحت لمات يمكن يمكن يطلع لنا دايم ولا لا شغلات قولوا معي قولوا معي قولوا معي يعني متى ما طلع 15 يوم دراغونو دراغونو دايم ووهو يا بوي نايس هلا شباب راح افرجيكم هيرشتات شباب بالبث المباشر اليوم المسويات ان شاء الله باذن الله تعالى شيء اسطوري اليوم يا شباب على البث فيسبوك دراغونوف شباب واخيرا طلع لي يا دايم دخيل الله حبيبي والله يا بوي يهي. والله شباب والله اليوم انبسطت بهذا الشيء بهذا الحدث عن جد شيء اسطوري اوكي شباب خلينا ندخل نجرب الشخصيه لا تعرفون عن جد نلعب دراغونوف هلا نفتح الشخصيه هي معلم تزويد المول السكن اوكي تعال معلم التمانو وين التدريب اقسم بالله شباب اليوم اليوم انبسطت شباب اليوم اليوم لوز صراحة شيء اسطوري هذا واخيرا طلع لي دراغونوف شباب كنت عم بتعذب عم بتعذب شباب عم بتعذب هذا دراغونوف ذاك القديم الدفت ايه تمام واخيرا طلع لي شو طلع لي هدام يا الله اقسم بالله شباب ما توقعت هذا الشيء يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام نشوف نجرب نشوف معلم يعني فيه سلعة اسطورية ابلع ولا لك عاش عاش دراغونوف الجديد يا اخي ما يموت هذا يموت يا زلمه يلا روح يا زلمه ما بده يموت ابلع ولا قتله 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 قتله
صراحه شباب انا كثير مبسوط اقسم بالله، يعني اليوم كثير اليوم طلعت دراجونوف دايم يا الله، بس انا بدي اخذ حدث صدمه كبيره اقسم بالله. ايه معلم ما يخلونا يعني نجرب السلاح الجديد يا زلمه، حصلت اليوم على سلاحي المفضل الجديد شباب. نجرب نعمل له هيتشات لا بعيد على بولا. سلام على دراجونوف يا شباب. ما يمدي لا هيتشوت لا يموت يا شباب. لا لازم تضبط الرياضه الاعدادات حبيبي. يا سلام يا سلام يا سلام على دراجونوف الجديد. طب لا اي يخرب بيت سنتو. اوكي حبيبي يكفي للان يا ستير. حبايبنا الكرام سكين البنت شيء متشكلز، يعني بقدر ما فرحان على على الدراجونوف اللي طلع لي شباب، حتى سكين البنت نسيته اقسم بالله شباب. حبايبنا الكرام يا سلام دراجونوف معلم، دراجونوف دراجونوف دايم يا الله دايم طلع لي يهي والله شيء لوز اللص. اوكي ليتس انجل تمام متى ما قلت لكم يعني حطيت على دراجونوف ونسيت حتى السكين البنت. طبعا سكين البنت شباب معروف الحدث الماكلين يعني شيء كثير مرتب، بس يعني حصلت على دراجونوف حصلت على دراجونوف خلاص. اوكي حبايبي الكرام استعرضت لكم اليوم الفاير باس اللي راح ينزل الجديد شباب مع رقصته، اللي ما شاف الرقصه شباب هي الرقصه حبايبي. ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم يا اساطير، لا تنسونا باللايكات والشيرات والبرتقات يا احلى ناس، وراح نشوفكم ان شاء الله بمقاطع جديده يا اساطير. السلام عليكم، لا تنسونا شباب شيء كثير مهم الانستغرام ويلس قناتنا الجديدة حبايبنا، نزلت لكم مقطع أسطوري شباب اللي ما شاهد يروح يشوفه يا أحلى ناس، ونتمنى لكم يوما سعيد وإلى اللقاء. حصلت على دراجونوف معلم.